كل عام وانتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان الكريم انه قرب، وكل عام زي ما حكينا وانتم بألف خير. فرح النوايس اليوم أخصائية الحرف اليدوية رح تسوي لكم طربوش رمضان. اللي ما بيعرف يعمله فروح اليوم رح تعلمنا كيف نسويه. صباح الخير. صباح فرح الورد. كيفك؟ تمام الحمد تمام. لله بخير. حلو هيك اجواء رمضانيه. انت بتحضري البيت معناته؟ اكيد طبعا. نفسي اجي اشوف بيتك كيف احلى برمضان. احلى سهلة. فاشياء اكيد حلوه، فوانيس زي ما احنا شايفين اشياء حلوه رح تعلمينا اكيد اليوم نعمل الطربوش. مزبوط تمام. ايش نحتاج لنعمل هلا طربوش؟ انا اليوم بدي اعمله بطريقه كثير سهله. بدي استعمل كاسات الكرتون ديسبوسابل اللي هي موجوده بكل مكان. اوكي. علشان نعمل الطربوش الحجم الصغير اللي هو زي هيك هيطلع معنا. هلا اذا بدنا نعمل الحجم الكبير ممكن نستعمل علبه اللبن. اوكي هذا للكبير. للكبير نستعمل علبه اللبن، بس انا بدي اعمل الصغير على اساس يكون كيفت بوكس. شو حلو. ممكن بدك تحطي فيه شيء يعني؟ بتحط فيه شيء. شو حلو. تمام. هلا اول شيء بدنا نشيل ايد الكاسه من هون. وبدي اشيل القاعده تبع الكاسه. رح تستعمليها القاعده؟ ممكن نستعملها وممكن لا، بس انا على الاغلب ما راح استعملها، راح استعمل كرتون مقوى اكثر عشان بدي اغلفها. اوكي. بدنا ننتبه علشان ما نخرب اطراف الكاسه. هلا نفتحها بالطريقة هاي، صارت عنا هيك الكاسة. هلأ أنا بدي أستعمل اللي هو الصاية. ممكن حكينا نستعمل أي نوع أنت بتحبيه، مثلا أنا هون مستعملة جليتر ذهبي. حلو، حتى الصاية حلو. وحتى وهون برضو أنا مستعملة المخمل الأسود. يعني حسب ما بيناسب حسب عندك ديكور البيت. بالضبط، ممكن تعملي أكثر من شكل كمان حلو. هلأ بدنا نحط الكرتونة اللي إحنا فتحناها هون ونحط سيليكون على دايرها من هون على الأطراف. وبدنا نشدها نثبتها مظبوط هيك. ممكن انا نغلفها من جوا وممكن يكون التغليف بس من برا حسب الرغبة، بس انا حابة اغلفها من برا ومن جوا بتطلع ارتب لانه احنا رح تكون مفتوحة مش رح تكون مسكرة. بالطريقة هاي بنكملها. هلا بنيجي للاطراف بطريقة مرتبة كمان بدنا نغلفها هيك. ننتبه من السيليكون مظبوط. انت قصدك عشان ما يطلع ولا عشان سخن؟ علشان سخن وعشان ما يطلع. التنتين على الحالتين. بالضبط. مش حلو انه يكون مبين السيليكون معنا بالشغل. طبعا. بدنا نعمل الجهة الثانية نفس الإشي من هون. والمفروض تعلمينا صينية رمضان كاملة أنا رأيي. بصراحة هو لازم، بس كل حلقة بنعمل إشي علشان ما بيكفي إنه بحلقة واحدة نعمل كل شيء. فهيك صارت عنا مغلفة من جوا ومن برا. بنشيل السيليكون الزايد. وهلا بدنا نسكرها بالطريقه هاي. هلا ممكن يكون حجم الطربوش حسب حجم الكاسه اللي انت بتحبيها انك تحطي فيها الهديه. هلا هاي الشغلات ممكن حلوه انه تحطي فيها هديه للي بيجوا عندك، يعني مثلا ممكن نحط جواتها مسبحه، ممكن نحط اشياء زاكيه مثلا نوقه رمضان، التمر، اشياء رمضانيه، اشياء رمضانيه. بالضبط. فهلا صارت عندنا الكاسه هيك من مفتوحه من قدام ومن ورا. هلا بدي استعمل الكاسة عشان أرسم. بدنا نعمل قاعدة للكاسة. بنفس الحجم. بدنا نعمل برضو غطاء لها. القاعدة ثابتة مزبوط؟ إيه، القاعدة رح تكون ثابتة، رح يكون الغطاء
ما احنا هدول من وين فرح بيقدروا؟ هدول متوفرين بكل مكان حاليا. والله موجودين. يس موجودين. حلو رمضان كريم. لاي استفسار ممكن اني اجاوبكم بعتوا لي مسج على الفيسبوك واكيد رح اخبركم التفاصيل. كثير حلوه صراحه. فهيك عملنا احنا القاعده هاي وبرضه رح نعمل القاعده الاكبر. يكونوا نفس حجم الكاسة. كتير حلو. وبدنا نغلفهم كمان نفس الشيء بالصاية، فأنا مجهزيتهم واحدة كبيرة واحدة صغيرة. بدنا نشوف كيف بدنا نثبتهم. هلا أهم شيء نثبت القاعدة. نحط السيليكون على الداير هيك. هيك بتثبت القاعدة. هيك بنثبت القاعدة. اللي تحت هيك بتصير عندنا. هلا بدنا نحط الغطاء هيك نفس الحجم هاد، بس بدي اضيف له اللي هي الشرشوب اللون الاسود عشان يصير عندنا التربوش. قبل شوي بتذكر اسمها شبشوله ولا شرشوبه؟ شرشوبه. لما شفتها. طيب فرح اسلام البطوش بتصبح عليكي. صباح الورد اسلام. وتقول لك منورين. و كمان رشا الزعبي صباح السكر، صباحك كمان انت سكر، بدها صفحتك على الفيسبوك. تمام ببعت بس اخلص ان شاء الله بنزلها. انا دائما بعد كل حلقه بقرا الكومنتس وبرد على التعليقات. حلو. وبنزل صفحتي. برافو عليكي متابعه. يس. ام محمد سماره بتقول لك بصير نلونه بدل القماش او فوم بتقدر تحطه؟ انا حكيت الفوم. هون انه انا هذا مستعمله الجليتر الذهبي الفوم. اوكي وبصير مخمل اي ماتيريال انت بتحبيها بتزبط. ام محمد سماره كمان بتقول لك انت منوره وكثير فنانه. شكرا. وشدا جردات هي عبد الله كاين قايل لك منوره كمان شفتي. سمعتك عبد الله شكرا. شدا جردات بتقول صباح الخير كثير بتحبك. شكرا فرح. شكرا رشا وانا كمان بحبكم كلكم. هلا انا ممكن زي ما حكينا انها تكون هديه، فانا ممكن اضيف مسبحه احط فيها مثلا جوا، ممكن احط زي ما حكينا نوقع، اي شيء انت بتحبيه. وممكن انها نسكرها وعلشان انها تكون هديه نوزعها، ممكن نربطها بشبره عشان ما توقع زي ما حكيتي الغطايا. فكره حلوه علشان تطلع لنا شكلها حلو. زي ما حكينا ممكن تضيفي هلال رمضان، ممكن تضيفي رمضان كريم زي اللي أنا عملتها هون بتطلع حلوة. شجرة أولى. أم وسام شريف تقول لك صباح الخير، بدها زينة لرمضان. صباح الورد. زي ما قلت لك بدنا زينة رمضان. عملنا احنا من الحلقات السابقة كلها لرمضان كانت، وإن شاء الله من هون لبداية شهر رمضان كمان رح تكون كلها زينة لشهر رمضان. في أشياء هدول بيجوا زي النجوم، إيش ممكن نعمل فيهم؟ نجمة وهلال بيجوا جاهزين. هلا بس ممكن يلتعب فيهم إشي ينحط. طب هلا ممكن إنه احنا نعملهم أصلاً. ممكن أنتوا تعملوا. طبعاً ممكن نعملها بالبوليسترين. والله. نرسم نجمة وهلال ونغلفهم إن شاء الله بواحدة من حلقات رح نعملها. طب حلو والله هاي الفكرة. بالضبط نحط زينة. رغدة عوض صباح الخير. هبة أبو فرحة صباح الفل والياسمين برضو بدهم الفيسبوك تبعك. وتهاني صليحات تقول لك صباحك سكر. صباح الورد لهم كلهم وبنصب عليهم وبشكرهم لمتابعتهم إلي وبشكرهم إنه بدعموني بصراحة. تمام. طب إيش رأيك نورجيهم الأشياء اللي أنت عملتيها؟ هلا هون نفس الشيء أنا عاملة زي ما حكينا. نحطهم هيك جنب بعض على أساس يبينوا. هون أنا مثلا إيش عاملة؟ حاطة بدل الشرشوبة مسبحة. مسبحة حلوة. مسبحة صغيرة كمان حلو. فبيعطوا اجواء حلوه انه لما نحطهم بالصينيه على الطاوله بيعطوا هيك حركه حلوه زي ما حكينا. صح. الحجم الكبير بنعمله بعلبه اللبن. خلينا نورجيهم الحجم الكبير كيف طلعت، شو رايك؟ حاطه فيها جوز. حاطه فيها برضه نوقة وجوز انه مع السله. حلوه وهي غطيتها صح؟ وهي غطيتها بالضبط. هذول وقعوا منها. فانه ممكن نحطها على طرف الطاوله. استني بس عم اهلك شو عشان عم ناخذ هذا الاول. طيب نشوف. تمام.
كمان عايدة طنطش، صباح الخير يا عايدة، صباح الفن بتقول لك. أم وسام شكرا لك، وأفنان تامر صباح الخير بقول لك كثير فنانة بتسلم عليكي. شكرا أفنان. أم محمد عز يسعد صباحك يا أم محمد وبتسلم عليكي. منال حسين صباحك ورد يا منال، وكلكم صباحكم فل. طيب ايش في اشياء تانية؟ ايش عامله انت؟ شو رايك كنا نشوف الصينيه؟ كثير حلوه فكرتها. هلا انا حاطه بالصينيه بصراحه، بحب هيك مناسبه ممكن انه نحط هدول الطرابيش. حاطه فيهم اشياء انت؟ لا فاضيين. انا مش حاطه فيهم، بس زي ما حكينا ممكن نحط فيهم اشياء رمضان. ممكن اي شيء عندك، مثلا تحطي فوانيس، حتى اشياء من الزينه السنه الماضيه عشان تعملي فيها شيء جديد. انك تعمليها بسلة. حاطه مثلا هون شرحات ليمون. حلو. طب قولي لي، هاي انت هاي صينيه ايش عاديه؟ بالضبط، صينيه عاديه. انت حاطه ايش هذا اللي هاي بصراحه شرشف، يعني شرشف له شرشيه بس شرشف للطاولات. بالضبط شرشف طاولة. والله حلوه الفكره، حطيتي بقعها وحطيتي فانوس رمضان. بالزبط. مثلا ممكن انك برضه تحطي اي نوع من القماش انت بتحبيه، ممكن خيش، ممكن صايه، زي ما بتحبي انك تحطي. كثير حلوه فكرتها. ممكن برضه عيدان قرفه كمان حلو، يعني اي شيء بخص هيك شهر رمضان رمضاني. بيكون حلو. ممكن ندخل اضاءه فيها كمان، اللي هي بتكون الشمعه اللي على البطاريه كمان بتعطي اجواء حلوه. والله حلوه فكره. او الشموع. قولي لي اعملي لهم اشياء شمع، ممكن اشياء هيك الفوانيس. لازم نعمل. ممكن ينعمل فوانيس فيها شمع، ولا هذه عاده بنشتريها؟ هاي بنشتريها جاهزه احسن. لانه بصراحه بدها وقت طويل واحنا بنشتغل فيها، فمش حتطلع معي نفس الشيء. بالضبط نفس الشيء، الا اذا كان تعطوني وقت طويل ممكن اعملكم. طيب بس كثير فعلا افكار حلوه فرح، كثير لطيفه. طيب ايش بدك تحكي لنا شيء ثاني هيك؟ ايش عندك افكار ثانيه؟ هلا افكار ثانيه ان شاء الله بالحلقه الجايه بدنا نعمل شرشف للطاوله لشهر رمضان بطريقه سهله وحلوه، ورح نستعمل الخيش فيه. رح يكون بصراحه لما تطلعي عليه تفكري انه هو شيء صعب وانه كيف انعمل، بس هو حيكون كثير بسيط وكثير حلو، فلازم تتابعونا. ومواد متوفره من البيت، يعني مواد متوفره سهل كثير، فرح يكون كثير حلو ان شاء الله. كثير حلو الفكره. طيب شو رايك نقرا شوي كمان من تعليقات الفيسبوك؟ في عندنا اماني الشنطي بتقول لك صباح الخير. اميره، سوري اميره الشنطي. اميره يسعد صباحك يا اميره. ومنير خليل صباح الخير يا منير. وكمان حنين حولله صباح الخير. صباح الخير يا حنين، وبتسلم على والدتها نوال صباح الخير. احنا كمان بنقولها رؤى محمد بتسلم عليكي. وكمان سارة كبيرة صباح الخير. وروان الكسواني يسعد صباحك يا روان. صباحكم. وصمود العداربة كمان صباح الخير، تقول لك أفكارك كتير حلوة. شكرا شكرا. وأحمد داود يسعد صباحك. في حدا عم بيقول لك غيدة عم بتقول لك أساورك كتير حلوة. عيونك الحلوة عجبوها. مقدمين خلص بعد الحلقة لك إياها. تفضلي. خلص. وندى الحافي كمان صباح الخير. وشيمة المرشود وأم يامن يسعد صباحك يا أم يامن. ريحان صباحك ورد يا ريحان. ومدلين بتقول لك أنت كتير مبدعة. شكرا شكرا. ومين كمان في عنا؟ عيدة يسعد صباحك يا عيدة. وهالة صباح الخير، بدهم صفحتك. ايش صفحتك؟ قولي لهم اياها. فرح هاند ميد. فرح هاند ميد. لكل اللي بسأل عن صفحة فرح ايش هي؟ فرح هاند ميد، صورتي عليها علشان تميزوا انه هاي صفحتي. بالضبط. فأي سؤال بتحبوا تسألوه بتقدروا تتواصلوا مع بالضبط. فرح على صفحتها. مين عندنا كمان؟ شوف مين اذا حدا عنده سؤال. هو أنا إجمالاً بصراحة دائماً بتابع الصفحة، بشوف الرسائل اللي بتيجي علشان أرد على أكبر قدر مستطاع من الأسئلة وحاول أساعد الكل. حلو تمام. كمان في عنا رائدة يسعد صباحك يا رائدة، يسعد صباح كل اللي بتابعونا. صباح الورد. وفي كمان قولي لي قماش الصاية وين عادة؟ بأي محل؟ قماش الصاية موجود بمحلات الكلف. بأي محل كلف؟ بأي محل كلف هو موجود. وبرضه إذا بدكم اسم محل معين ابعتوا لي علشان أخبركم التفاصيل أكثر. كثير سهل. وسعره غالي ولا لا. كيف أصلا؟ لا 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 أبدا، هو في تناول يد الجميع. يعني عادة زي هيك أشياء اللي نعملها بالبيت كثير طبعا أوفر. هلا أنت عارفة هاي الأشياء كلها متوفرة بالأسواق بس مكلفة، يعني لما بدك مثلا تعبي صينية زي هاي حتكلفك مبلغ. فإنه لا، بنجيب من هدول الكاسات
وممكن تعملي كمية كبيرة حسب العدد اللي أنت جاي عندك، يعني ممكن مثلا يكون عندك عزيمة برمضان توزع على كل شخص واحدة بتكون ذكرى حلوة. صح، ذكرى لرمضان بالضبط. طب فرح عادة هدول يعني زي هدول مثلا وفي كمان إشي زي الخيش بستعملوه، ممكن هدول نلف الخيش بدل طبعاً هاي نستعمل الخيش؟ أكيد، هو أي نوع ماتيريال ممكن تستعمليه بس تكون إشي طري علشان تتحكمي فيه بسهولة، مش إشي جامد يكون. أهم إشي إنه يكون إشي طري. يعني نوع القماش قصدك بالضبط، يكون قماش طري علشان تتحكمي فيه بسهولة تغلي فيه زي ما بدك، يطلع معك مشدود. اوكي، اهم شيء يكون مشدود بالضبط. طيب كثير منيح، بدي اتشكرك انا فرح، عن جد كثير اشياء حلوه ورمضان كريم ان شاء الله عليكي وعلى كل اللي عم بيتابعونا. بدي اتشكر وجودك معنا اليوم، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حبيبتي، اهلا.